بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن الرجاء لسعة رحمتك أنطقني باستقالتك، والأمل لأناتك ورفقك شجعني على طلب أمانك وعفوك. ولي يا ربي ذنوب قد واجهتها أوجه الانتقام، وخطايا قد لاحظتها أعين الاصطلام، واستوجبت بها على عدلك أليم العذاب، واستحققت باجتراحها مبير العقاب، وخفت تعويقها لإجابتي وردها إياي عن قضاء حاجتي بإبطالها لطلبتي وقطعها لأسباب رغبتي من أجل ما قد أنقض ظهري من ثقلها وبهضني من الاستقلال بحملها. ثم تراجعت حلمك عن الخاطئين، وعفوك عن المذنبين، ورحمتك للعاصين، فأقبلت بثقتي متوكلا عليك، طارحا نفسي بين يديك، شاكيا بثي إليك، سائلا رب ما لا أستوجبه من تفريج الهم، ولا أستحقه من تنفيس الغم، مستقبلا ربي لك إياي، واثقا مولاي بك. اللهم فمنون علي بالفرج، وتطول علي بسهولة المخرج، وادلني برافتك على سمت المنهج، وأزلقني بقدرتك عن الطريق الأعوج، وخلصني من سجن الكرب بإقالتك، وأطلق أسري برحمتك، وطول علي برضوانك، وجود علي بإحسانك، وأقلني ربي عثرتي، وفرج كربتي، وارحم عبرتي، ولا تحجب دعوتي،
واشدود بالإقالة أزري وقوي بها ظهري وأصلح بها أمري وأطيل بها عمري وارحمني يوم حشري ووقت نشري إنك جواد كريم غفور رحيم وصل على محمد وآله.